الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري الحافظ رحمه الله وأبو الدوائب الألباني العبيل وأبو اليوم دراكي يهندي كسام جيلوري حديث أجن جوي بيت مد جيغو بيت سفان جيتتي جوي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت أن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله أوينا وأطعمنا فلما سخوا قالوا إن المدينة وحمة فأنزلهم الحرة فأنزلهم الحرة في زود له فقال اشربوا ألبانها فلما صحوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده وبأس في آثارهم. إمام البخاري رحمه الله تعالى ها حديث والنقول قل أولاني هندي باب والنيوني تراكو بهندي قسم جيلودي وفي اللغه ها هندي مسلم بن ابراهيم مسلم بي ابراهيم مسلم بن ابراهيم ماي تمر ديدي بي هندي نوغاس ديدي كان كون مو اندا دي بوجي حلال بي حرام اما رغارين دا ماكو اومي دن بو وادي دو بي سابان دي جيني هاردويا. قال حدثنا سلام بن مسكين سلام بن مسكين ابو ديدي تن وني هر جامع صحيح للبخاري سلام مسكين من بود مغدون كولا دو هيم بي حديث. قال حدثنا ثابت البناني دو دم ثابت بن اسلم اون البناني ولل ثابت البناني وما يتمر بين وغس جديد عن انس ان الناس جماعه رفير كان بهم سقم يوفي قالوا بي يا رسول الله يا نراد الله اوينا موب امين وعد امنا يمنو امين wato velo fu don ha himbe man don den bobbe nyaaw falamma annabi sallama yedbe be heedi hande gayna ko mako je gelodi bodi sadaka falamma sahu de be yehi do be yari hande bodi ko moyta ha do be yari ko samji gelodi man do be sofe maji do dum nyawndi be bo ha nyaaw mabbe man do sahu se be yamdi tikalu be vi innal madinata wahima wato madina annabi sallama do dumari hande opere fa anzalahumul harra fi zawdi annabi sallallahu alaihi wasallam vi be ya hanukure wetende harra ar jobordi wete zawdin do jobordi dum gelodi man disappo e joy lahuje annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi allavi ishrabu albanaha yere ko samji maji falamma sahunde be yamditi قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بمبري غيناك النبي صلى الله عليه وسلم واستاغوا الزودة سيبه ريوي هند جيلو دي من وبعث في أسارهم دين كبر مقبوراني النبي صلى الله عليه وسلم ديگا أران هند نيلو ماربي اتي بالت سي ونالي حبات مقبو توقع بي جل بتوقع بي من رو بي هند امن الأقوى بجوك بي ننجي فكتا عيديهم النبي تأجو دي مقبو وأرجلهم بهند كوست ما بجينغويكا وسمر عيونهم وراني بهند وفيني وساجي هاجيت ما به فرأيت الرجل مي غورك منهم دير ما به يقدم الأرض وروحه بنيا مغهند لد بلسانه بدم قلماكو حتى يموت ها أو ما على هند دونكا فقال سلام من مسكين من بي فبلغني هيوتيام أن الحجاجة حجاج دم ابن يوسف الثقفي قال لي انس وبيت انس بن مالك حدثني باشد عقوبه يوتم
burrum saatugo yangada aqabahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ju yangiti himbe fa hadastuhu ana zimi yautimu bihaza be hadisi olgon fa balanga alhasana sai kubar mando yauti hasan nane ma o goddo hande nyangudo masin lende onani annabi ju wadi bannido kam kanko kam o hebi no bardata himbe kalludum bannido dum yauti hasanul basri فقال حسن بصري يتوجدت ميلي أنه لم يحدثه بهذا ويتتام دم دم السام كم أن ينغدو دين هند بدنا مو ينغا نمو بيدو من دو بمباري يونكي نمو بوجي وأن وني كي تمام بك جون جزاء من عرب الله ورسوله نعم قال باب الدواء بأبوال الإبل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتنوا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود قال البخاري رحمه الله باب والهندي يوم دي تراغو بهندي قسم الدواء بأبوال ببولوجي الإبلي جيلو دي كان بوضو يومنا قال إمام بيتا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا برائيه يعني الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا برائيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أبدانهم قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم إمام البخاري حديث ونقول أفل نقول هم موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبو زكي المنكري وما يتمر ديدي بس بين وقس إتاتي فاتج به الجماعة قال حدثنا همام دم ابن يحيى وما يتمر بس أبان ديجيغو إناي قال أن قتادة دم ابن دعامة السدوسي وما يتمر بس أبو إجيتاتي قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يسبان ديجيني إتاتي أن ناسا جمع عارفير اشتغل في المدينة فاتو بندو مبنى في مدينة من دو بنيوي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا برائيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بياه دي غيناكو ماكو يعني الإبل غيناكو دو بجي جيلو دي وشربوا بيار من الباني ها إبو قسم جي جيلو دي من دو وأبوالي ها ببولو جي جيلو دي من دو فلاحقو فقتل منو فلاحقو براهيه بيه دي غيناكو ماكو من دو فشربوا بيار من الباني ها إبو قسم جي جيلو دي من وأبوالي ها ببولو جي جيلو دي حتى سلوا حد أبدانهم هابل لما بهندي وودي سيف قتلوا بمباري الرائية غينا كوساقوا بسجي الإبل جيلودي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مهوتي النبي جو فبعث في دلبهم فجيء بهم ونلي هيدي دابتو غبي بنغاد بهبتي بودي به أتون أون ودومن نجوك بدو بيا خوز أنا إمن الأقوى خوز أنا إمن الأقوى سيدا أون دوكين درما بمن روبي وفي لطيم بسيد أو في مكاي أجال لور ون وارتي بكاني سات نعم فقطع أيديهم النبي جتاي جود مبى وأرجلهم بقصد مبى وسمر عيونهم دين بوفيني جد مبى قوس أج قال قتادة بي فحدثني محمد بن سيرين ولا درسنا دلو أما هندي قتادة دمري هندي شيخو انديدو كم محمد بن سيرين ما يتمر بسبب أبصره كانكو بي حسن البصري فو ان ذلك بالواد مكان قبل ان تنزل الحدود بالواد دو يسو هاندي حديجي جيبيني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو تمن به وحي
نعم. قال باب الحبة السوداء. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده بن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرب في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه. إمام البخاري رحمه الله وفي اللي حديثه ونقول ها عبد الله بي أبي شايبة عبد الله دون البخاري جوتي ون أبيتم عبد الله ولل ربي أبو بكر من أبي شايبة وماي تمر ديدي بي هند نوغاس اي جيني دين نوغاس اي جيني دين إمام البخاري في اللي محديثة سبايتات مسلم في اللي مؤجنير بي تمر جوي بي سبان دي كان كبري مرغو حديثه ابو خا مسلم اما درديكو عثمان بن ابي شيبه امام البخاري في لن محديث سبان جوي اتاتي ابو بخاري مسلم بوس في لن متمر بس سبان اتاتي اجينا دو اون ابن ابي شيبه معنى ابو بكر بن ابي شيبه بي عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا اسرائيل بن يونس ابن ابي اسحاق عن منصور ابن متمر يوم عبادة عن خالد بن سعد قال خرجنا من ورطد يوم أنا غالب بن أبجر ووندي بي من غالب بن أبجر فمرضا ونيو في الطريق هردتل فقدمنا المدينة من غير مدينة وهو مريض الحال ماكو ونيوضو فآده ابن أبي أتيك ابن أبي أتيك واري حفنم فقال وفي فقال لنا أبي أتعمين عليكم بهذه الحبيبة من لزمين من هنده gabbe ɗeɗo gabbe man ɗo ato ɗum habbatu sauda on fa huzu hose min hayi muɗum ɗo kamsan joyi au sab'an ko jeeɗiɗi pat ato ɗum latta joori fas haku ha name ɗum summak ɗuru ha hoti toɓɓe ɗum fi amfihi har kine mako bi katratin be toɓɓe wato zaiti nyebbam zaitu ɗo ɗum zaitu zaitun nyebbam ɗam ɗanata viyete zait samnu bo je ɗanata في هذا الجانب ار وكره دو وتودو في هذا هردو الجانب وتودو نوبو وبتولي ديدي يمكن ما كون او هولتا هاي وكره نيامو بينانو فان عائشه نوني دادا مؤمن ان حدثني يوتي ام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي جو الله صلى الله عليه وسلم دويا ان هذه الحبه السوداء نيني هندي حبة السوداء دو شفاء دم يوم دي من كل داء أكل نيوفو إلا من السام وين السام سام دو الموت بيت السام بن هندي يهود بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعليكم ون إن عائشة برنا جاب بكلم السام دو الموت أن بيت إنه السلام أن أتوجي جام دين فقلت في وما السام كون سام قالت الموت قال الموت ma wade ka hande wade nyau mbaru wonu vi hande wala nyaundigu wa nyaundi fu hande itata. Naam. Qala hadathana Yahya ibn Bukair qala hadathana al-Layth an Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah wa Sa'id ibn al-Musayyab
أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول من الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم يقول: بالحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبه السوداء الشنجير. امام البخاري رحمه الله وفي لها يحيى بن بكير يحيى دودم بي عبد الله بن بكير بن الاشجي كان كل ما يتمر ديدي بي سبان دي تاتي اغو حمصر اما بكير ماما ما كل دودم غدو مدينه كان ما يتمر بي سبو اجدي وتم ورغوا اسناد باوما. قال حدثنا ليس كان كو كد ليس كان كو بري تثبت ها في لتو به حديثه هل ليس ابن سعد العالم المصري ليس ما يتمر بي سبان دي جدي دي اجوي واتج به الجميع دم امام با امام مالك عن عقيل عقيل دم ابن خالد بن اجلانا دم فكرابه وند صوبرابه ابن شهاب وما يتمر به سبان اني اني ان ابن شهاب ابن شهاب الزهري كان كون ما امام مالك بي تبقي الزهري وما له في الدنيا نظير وفي زهري هري بن ما ولا عبديا وما يتمر به نوغاس اني. قال اخبرني ابو سلمة وسعيد بن المسيب وفي ابو سلمة بن عبد الرحمن بن اوف ومن من ماي سبان جيني اني وسعيد بن المسيب بسعيد فماي هتان ما اما دورا دم اربع دماغو كايم بديرو في قريشين كوين دين ودو دم غوتو فقهاء المدينة السبع اما ابو سلمة اتو ابن المبارك الحق نمو بي فقهاء المدينة السبع وهاوتي بي بوادن هندي بجيتاتو. قال ان ابا هريره اخبرهما ابو هريره يتي بيديدو حديثه تمرهم بيديدو واتو في لها ما كودوم عزيز اما حتى كو ايرن ارج بو فيره بو في لها ما كو اما درن ما قول هادو كا ان ما قول عزيز وبوري نون بو فيتي مشكور انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونن لادو الله دو في الحبه السوداء وبولو على الحبه السوداء دو ولاد الله صلى الله عليه وسلم في شفاء من كل داء نيون دي غون هر كلا نيوفو الا السام سي نيو هاندي غمبر تبي ادم يوم زيتا قال ابن شهاب والسام الموت كوفيت سام دو الموت والحبه السوداء السنيز السنيز دو دو مانا من بيو ندو بفير دو بيا كمون بفير بيا كمون اتو ها ابن شهاب ها وني دو be buri andugo lekki man do be ko wi inde maki bawdo amma dum hunde wore. Naam. Qala babu talbinati lil marid qala hadathana Hibban ibn Musa qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ibn Yazid an Uqail an ibn Shihab an Urwa an Aisha radhiyallahu anha annaha kanat ta'muru bit talbin lil marid wa lil mahzuni ala al hali وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا هبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمخرون على الحالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبين تهم فؤاد المريض وتسحب ببعض الحزن. امام البخاري بي باب والحال دي التلبينة التلبينة للمريب دو تلبين من دو دم بنا غارني اما كفر يادو بي اند من دو كم ها افول بكم دو بي دم بنا بوريوني نعم قرنا فتن كروري اون بجلتا كروري اون هند دي قندي بجلتا بي قسم نين بودو لابي اما بي غاتا
ndedo njumri hander man do wiete talbin ma do do ha men kana dum nandi be garina qala hadathana hibbanum nu musa hibbanum nu musa sheikhul bukhari do umay temerre didi be sapande tati tati qala akhbarana abdullah dum ibnu mubarak ibnu wade udwatu zahidina wa fakhrul mujahidin kanko won be wi'ata yo kala gikol bongol je allah tagi fu tabaarak wa ta'ala yedi mo gikuma wobbe fere be wadi jamanu be mako der modi be hadis goddo fere habani o habana ande to goddo yi hunde wonde habi adama o habana yembu o habani yembitugo irin hunde ma o vi mi habdini nonin mi hosa gikku amni wartira bana ibnu mubarak balde tati dum wawata goddo fere bi a amin kam yeli hande ngendam am haddu ya pat be sanjana mi be asawere gore je ibnu mubarak o mofti kuje ibada man do duudi kanko fu be hore mako do wi'a to bodde bi adama duudi kallude mako limtataako to kalludi bi adama hande duudi bo boddi mako limtataake o mayi bo temerre be sapande jeetati ko e go onani watajjabi hil jami dum goddo hura sana o ha masabu hanifa on o tokata kala akhbarana yunus ibn yazid an uqayli do do ngol lesti masinga yunus ibn yazid be uqaylu do be tirbu en be do filla be dido fu ha ibn shihab wonan hande yunus ananai hadisi ol ngol ha ibn shihab on o hebi ngol ha uqay gam yunus ha to dum lami do ha ayla man do leddi masr waran ha zuri dofta mo hora ha ton man do o mai temerre be sapande joy e didi watajjabi il jamaa an uqayli salado nane do dum ibn khalid ibn ajlana mi wi o mai temerre be sapande nay e nay an ibn shihab zuri dum muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullah ibn muslim zuri sulusu hadisi ji annabi sallallahu alaihi wasallam farhama ko on wurti kan ko do wiata mastabdatu qalbi shay an fa nasituhu qaddu nay dai majin go berde am hunde mi yejita amma al insanu dum insan am watta hadisul zushi ma laini do imam zuri man do vofi amako an urwa dun goto fuka haul madinati sababun andudun sapande jena e jeon o mai an aisha dun ummul mu'minin zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam binti sindi radiyallahu anha annaha kana tamur ulati odo umra bi talbini wadan talbini do lil maridi han nyawdo walil mahzun bi hande mahzun alal halik suni do hande maido kubi wadana do wa kanat taqulu allati wadu bi inni samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu minan nuladu alla do bi innal talbina tahimu fuada almarid do de itina hande bernde nyawdo atusibu bi baba alhuzni natina bo yoga hande suno na'am qala hadathana farwat ibn abil maghra qala hadathana ali ibn mushir an hisham عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا فروة بن أبي مغرى قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. إمام البخاري رحمه الله تعالى وفيها فروة ابن أبي مغرى كان كدود البخاري بإمام الترمذي بيدودي دون في اللي هاماكو قال حدثنا علي ابن مسهر ومن ما يتمر بس أبان جيتت إجيدي قال حدثنا هشام ربي أروة من الزبير من العوام الأسدي نوانجنين هندي وون بولي لولوغو نرمبه هشام من يوسف قرات لستوغو هشام بن حسان بودون به هشام او اچي هشام شيخ جو بخاري كم دم ابو الوليد هشام بن عبد الملك الديالسي تو اودو دو وماي تمر به سفند ني اجيغو ان ابيه بابي كو بودون اورو ان عائشه انها كانت تامر بالتلبين ودو عمر هاندي به غدا تلبين دو وتقول بها هو البغيث كان جون دبيتا دوم النافئ هاندي نفدوم Hmm.
نعم. قال باب السعود قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال البخاري رحمه الله باب السعود باب الفود غاندي لول قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن داوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. إمام البخاري رحمه الله وفي الحديث والله معل بن أسد من ما ايت مر دي دي بيسا بوجي دي دي قال حدثنا وهيب بن خالد بن اجلانا ما ايت مر بيسا بان دي جيغو اي جوي او ومي هدي كو ما يدو سودو كاستارو ابن مهدي ان في لي هماكو نين بو لا مو قرن تهمو دي باسلام دو امام مالك وهيب ابن خالد بن اجلانا قال عن ابن داوس ابن داوس اند ماكو عبد الله ما يرين تمر بيسا بان دي تاتيغو ان ابي بابي كو دودم داوس ابن كيسان اليماني وماي تمر به جيغو ان ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ايتجما النبي جهم بتي واتا اوكي الحجام هم بتو من اجره غينا دي ماكو واستعطنا. اي استعمل السعود وهو الدواء سعود من الدواء الذي يصاب في الأنف وتبليك هكينه. نعم. قال باب السعوط بالقسط الهندي البحري وهو القسط مثل القافور والقافور مثل قشطت نزعت وقرأ عبد الله قشطت. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محسن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. باب السعود بالقسط الهندي إمام البخاري ودي بابول توبوغو هاندي قسط جي هندي والبحري then امام البخاري وفي وهو القسط كان جون قسط مثل الكافور رمبنا كافور والكافور بو مثل كشيدات دو معنى برنفو امام البخاري فنيني معنى وريها حديثة جي النبي صلى الله عليه وسلم يا دبي عند القران الكريم سي ودا دمها القران الكريم استترادا حكو ويرادو كوشي دادو معنى من نزيات اتاما وقرا عبد الله كوشي دات منسكي. نعم اجنجي حديث. نعم قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت المحسن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعد به من العذرة. إمام البخاري رحمه الله وفي اللي هاشيه جماك صدقة من الفل دم قط مروة منا مروة من دو مروة ها هندي مروة جيها أخو راسانا وإمام كان كون بانجين سنة هاتون وديها وحرقي متو أمانا نبي يحيام نمائين وهم ودي ومجيرتا أمين سام وما يتمر ديدي بينو غس إتاتي قال أخبرنا ابن عيينة دون سفيان ابن عيينة أبي هلال المكي وما يتمر بس أبان تجينا إجيتا تواتج به الجميع واتو سفيانان ابن سفيان ابن عيينة بس سفيان الثوري ابن عيينة قال سميت الزهرية كان كو بي إمام مالك بأسباء في اللغة إمام الزهري
قال عن عبيد الله تزوري في اللني معها عبيد الله يوم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود العامي دون قريش كجون غوتو فقهاء المدينة السبعة ان كفوسا بان اجينا كو انينا اون ماي ان ام قيس ان ام قيس بنت محسن ابيته دو ام قيس قالت او في سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النولاد الله دو في عليكم بهذا العود الهندي ملزم من هند عود الهندي دو فان فيه سبعه اشفيا ودي هدي من دو نياونديكو جيديدي يستعد به اتو دو نياوندو ريبه مودو من القدرتي عذرتنا نعم ويل ويلد به نعم ويلد به من ذات الجنب ودي نيوم بيت ذات الجنب دو كان ذات الجنب كان جو بودو نياوندو ريبه بي 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 قسط الهندي نعم قال ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله جوتاي سنه ما ولا بسم الله قال ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ابن لي لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه قال حدثنا ابو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن اكرمه ناتون الدوس على انغول يتايل هذا كان باب اي ساعه يحتجم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي من اسد ولاد الله صلى الله عليه وسلم ببيد ام فمرو لم ياكل الطعام غير فدان يامغو نفاري فبال عليه ابن دود بيد غوركو وبولي دون ولاد الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء النبي جنود ديام فرش عليه عروف ديام من دو هندي صوفي بنجل من دو النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم لك الحمد قبل كل شيء ولك الحمد على كل شيء ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أنت للحمد آل تباركت ربنا وتعاليت الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا لا نوثي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نسالك اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واستجب دعوة من أوصانا أن ندعوك له يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار